عالم من داخل فلسطين، اجتمعوا من خارج فلسطين عفوا، اجتمعوا مع علمائنا من داخل فلسطين. ايضا بيحمل هذا المنتدى معرض همات فلسطينيه بعنوان بالعلم نبني. تفاصيل اكثر عن هذا المنتدى مع ضيوفنا في الاستوديو، مهندسه ناديه سبعاني منسقه المنتدى. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. البروفيسور سليم الحاج يحيى، استشاري جراحه وزراعه القلب والرئيس التنفيذي لمستشفى جامعه النجاح. صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. صباح الخير دكتور. نبدا مع المهندسه ناديه، ويعني هذا المنتدى بنسخته الثانيه، ما الرساله، ما الاهداف، ويعني ايش حابين ان يخرج هذا المنتدى بتوصيات وبقرارات تنفذ لاحقا؟ المنتدى منتدى جامع، منتدى لكل ابناء فلسطين اينما تواجدوا سواء في داخلها او في خارجها، ببني على خبرات وتجارب ابنائها من العلماء ومن اصحاب القصص النجاح. بيحاول يخصص ويوجه ويوظف هاي الإبداعات والمنتجات والخدمات اللي وصلوا لها أبنائهم أبنائها العلماء لخدمة وحل المشاكل اللي بيواجهها الواقع الفلسطيني. عن الفولو أب نتوقع نشوف المشاكل اللي بتعاني منها دولة فلسطين إن شاء الله فيها القطاعات محلولة بجهد أبنائها وين ما كانوا إن شاء الله. بروفيسور، برأيك اجتماع هذول العلماء من خارج فلسطين وداخل فلسطين وتبادل الخبرات، لربما العلماء اللي في الخارج عندهم موارد وإمكانيات وحظوظ أكثر من علمائنا اللي موجودين داخليا، ولكن أثره وتأثيره والاستفادة من هاي الخبرة الخارجية؟ يعني احنا شعب مشتت ولكن شعب مبدع، مبدع وعبقري في كفاءات موجوده في الداخل وفي الخارج. والكفاءات الموجوده حقيقه في الداخل لا تقل عن الخارج. بجوز في الفكره المغلوطه انه اللي في الخارج عندهم الامكانيات اكثر وانه اسهل، ولكن الحقيقه هي انه كثير من المبدعين الفلسطينيين اللي عاشوا او عايشين في اوروبا وامريكا تعبوا كثير مشان انه يوصلوا للنجاحات، والتنافس برا مش قليل يعني مشان انه يصيروا مبدعين، يصيروا بروفيسورز، يصيروا علماء، عندهم باتنتس تكنولوجيا متقدمه، هذا بده مثابره. الهدف من اللي بحكي فيه انه كمان هون إذا إحنا منشجع كفاية المبدعين المحليين ما في أي سبب إنه ما نكون دول سباقة. أنا دائما بنقول إحنا ما عندنا البترول، ما عندنا الذهب، ولكن عندنا الموارد البشرية والأدمغة. وإذا نيجي نتطلع على يعني اللي بنحكي إحنا مش شعارات، تطبق في دول تانية اللي هي مش عملاقة أكثر منا كشعب. سنغافورة كانت قبل 30 سنة كانت دولة فقيرة، كانت تعتبر من العالم الثالث، ما عندهم موارد زينا زي فلسطين. بدأ إحنا بنطبق المبادئ اللي طبقت هناك من ناحية تطوير البحث العلمي، تشجيع التطوير. وهنا بحب يعني أشكر كمان يعني سيادة الرئيس ودولة الدكتور رامي رئيس وزراء، انه هم شخصيا بشجعوا يعني مؤتمر من هالنوع اللي التوجه فيه هو لبناء وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا بشكل عام. بشوف الدكتور قبل ما نشوف المحاور اللي تعرض لها المنتدى، بتشوف انه البيئه الفلسطينيه جاذبه للعلماء الفلسطينيين الموجودين في الخارج حتى يرجعوا يكونوا يعني شركاء مع اقران في البلد للنهوض وتطوير في مجالات مختلفة؟ صحيح، هذا يعني نقطة رائعة، لأنه اليوم الكرة الأرضية كلياتها قرية صغيرة بتعتبرها، والتشابك والتشبيك والتواصل احنا بجوز الناس بشكل عام الغير علميين بشوفوا طرق التواصل الاجتماعي قديش قوية اليوم صارت، بس هالحكي المفروض يطبق على التواصل العلمي. وإذا تواصل بتطبق على التواصل العلمي يعني الطاقات اللي ممكن تطلع والنتائج اللي ممكن تطلع هي هائلة. إحنا بناء مؤسسات اللي تحتضن علماء من الخارج هو جدا مهم. يعني بعتبر الجامعات الفلسطينية وعلى رأسها جامعة نجاح هي مؤسسات وطنية علمية طبية
زي المستشفى الجامعي اللي بيحتضن قاعدة أطباء كفاءات طبية عالية نستقطبها من بريطانيا وألمانيا وكندا وغيرها، يكون حاضنة لا كفاءات طبية، احنا بنقدر نبني مؤسسات اللي هي من أروع وأكبر ما يكون. طيب استنادا على كلام البروفيسور وخميس بنرجع لسؤالك معلش عذري المحاور مهندسنا نادية، لأي مدى هذا المنتدى والمجلس الأعلى للإبداع والتميز أيضا ممكن أنه يطبق هاي الفكرة اللي عم بتحدث عنها البروفيسور، أنه إحنا عندنا فكرة مغلوطة نوعا ما بأنه الموارد ناقصة وما في إمكانيات تساعد العلماء بأنهم يتطوروا ويطوروا الأساسات اللي بدوا فيها، المنتدى لأي مدى رح يطبق هاي الفكرة ويساعد علماءنا اللي موجودين هون فعلا هم يطوروا من أنفسهم ومن أفكارهم؟ إحنا في المجلس بنآمن أنه الإبداع ما إله حد وما إله أي إشي ممكن يعيقه، إذا الإيمان بإبداعك موجود، القدرة موجودة، فكل إشي بيتسخر في الدنيا لخدمتك. المجلس الأعلى أوجد بقرار وبإرادة رئاسية لا يخدم المبدعين الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، سواء كانوا متقدمين في العلم وفي الخبرة أو الشباب اللي عندهم مبادرات إبداعية، وأجل المنتدى لا يخدم هذه الفكرة. فعنا من ضمن الفعاليات اللي موجودة في المنتدى معرض هامات فلسطينية اللي بيفرجي إبداعات الشباب الصغار، محاولات 80 مشروع تقريبا مظبوط 82 مشروع من كل محافظات الوطن من مختلف الأعمار مختلف الخلفيات العلمية والأكاديمية في المجالات اللي بيستهدفها المنتدى، عشان العلماء اللي موجودين معانا يشاركوا خبراتهم وتوجيهاتهم لهذول الشباب، ممكن كمان يتبنوهم، ممكن يستثمروا فيها إبداعاتهم. ليش ممكن؟ بدنا تطبيق. أنا عادة لمحلة. هي عم توجه لك رسالة بإمكانية تبنيكم لهذه المشاريع. 100% إحنا يعني رح نشوف اليوم في المحاضرة اللي ألقيها إنه كيف الإبداع ممكن في فلسطين، في مؤسسات فلسطين، ولكن النقطة الأهم هي مؤتمر ما بخلق إبداع في 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 شعب أو في دولة. البناء بيبدأ من الأجيال الناشئة، بيبدأ من الأساس، والأساس هو المدارس، إنه كيف إنه نغير ونحسن ونطور طرق التعليم، نظام وجودة في ليس فقط في المعلومة. اليوم المعلومة متوفرة لأي طفل ولأي رجل، في الانترنت، في الايفونز، في التلفونات، في كل محل. صحيح. ولكن الـ الـ الرؤية، القيم، الشخصية، الثقة بالنفس، الفخر الوطني، الطموح اللي ما له سقف، هاي الأشياء اللي لازم ننميها ليس فقط في الجيل الناشئ المدارس، إنما في الجامعات. وهي واحد من الشغلات اللي كان مهم لإلي كعميد كلية الطب وعلوم الصحة، إنه نشجعها في طلابنا، إنه ما يفكروا إنه في إشي مستحيل، إنه يحسوا إنه هم محترمين، إنه يحسوا إنه هم كفاءات عالية، إنه ما يفكروا إنه الأشقر والعيني زرق عنده إمكانيات أكتر منه أو قدرات أكتر منه. بالعكس، وهي أثبتناها في يعني في الفعل، مش بس في الشعارات ولا في بس بالقول بس مشان إنه نسمع كلمة منيحة وينبسطوا. إعطاء الإمكانية للنجاح وإعطاهم الشعور إنه كمان إنه النجاح برضو مرافقه فشل، ما في حدا بوصل للقمة بشكل مضطرد، والشاطر هو وخاصة في بلد زي بلد يعني إنه بيقدر كيف يقدر يوقف على جري بعد ما إنه ينسجن، بعد ما إنه يوحد. نشوف المحاور اللي ممكن يتعرض لها المنتدى خلال يعني الجلسات المختلفة، لو هيك تعطينا أبرز العناوين وتسلط الضوء على موضوع. أكيد. خلال يومين، إحنا اليوم الثاني من المنتدى كان عنا حفل تكريم للعلماء المشاركين، عنا معرض هامات فلسطينية اللي فيه 82 مشروع، بالإضافة في قسم خاص للمؤسسات العاملة في مجال الإبداع و العاملة في المجالات اللي بيستهدفها المنتدى. طبعا الأساس للمنتدى هذا العام هو الجلسات العلمية الحوارية اللي بشارك فيها علماءنا من مختلف أماكن تواجدهم في 6 مجالات أساسية. بنحكي عن كان عندنا بلينري سيشن، فيجنري سيشن،
عندنا في الطاقة والطاقة الحيوية، في الإنتاج الزراعي والتنوع الحيوي، عندنا في مجال الصحة والمعدات الطبية والتكنولوجيا الطبية، كمان يعني في الإبداع في تحسين التعليم، كل هالمجالات المهمة والإمرجينج للواقع الفلسطيني، وسعيدين إن نشوف أبناء فلسطين كيف أنجزوا في هذه المجالات. كيف تغير فيها؟ تحدث البروفيسور عن الأساس وبناء الطلبة في المدارس والجامعات، ومن الملفت بهذا المنتدى أنه في مشاركة لأبناء المدارس ولطلبة الجامعات. قديش هذا المنتدى ممكن أنه يساهم في وضع أساسات ومفاهيم صحيحة لدى الطلبة ممكن أنهم يستندوا عليها في حياتهم العملية لاحقا؟ صراحة احنا بنعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم العالي، فعلا عنا اكثر من 8 مشاريع من المرحلة الاساسية. المرحلة الجامعية يعني ما شاء الله هم يعني النسبة الاكبر لهم في المعرض، وعنا اصحاب المهن كمان. بصراحة وجود الطالب من صغره في هيك مكان يتعرض لكل هاي الخبرات حواليه بتساعده ليوجه تفكيره، بتساعده ليكون طموحه عالي، ليشوف ابن فلسطين وين صار، كيف أنجز، كيف فكر علميا، كيف ممكن يستفيد منه. فهذا أصلا هذا المنتدى موجود أصلا لخلق هذا الأفق عند الطالب الفلسطيني. وإحنا إن شاء الله مع شركائنا مختلف الشركاء للمجلس، لا إحنا مأمنين إنه رح نعمل الفرق إن شاء الله. بالتوفيق لحضرتكم في المنتدى وبالتوفيق لحضرتك في كلمتك اليوم. المهندسة نادية سبعني منسقة المنتدى، والبروفيسور سليم الحاج يحيى استشاري جراحة وزراعة القلب والرئيس التنفيذي لمستشفى جامعة النجاح، شكرا جزيلا على وجودكم معنا ويسعد صباحكم. شكرا صباح الخير. ونحن في محطتنا الأخيرة نتحول مباشرة ومن جديد إلى مدينة القدس المحتلة. زميلة كريستيان ريناوي نتوقف معها مرة أخرى وتطلعنا على ما هو جديد هذا الصباح في العاصمة المحتلة. إليك كريستين، صباح الخير من جديد.